يا اهلين ويا سهلين بمختار المختارين. ايها من زمان كل شيء بوقته حلو. ابو لطفي بعت لك الختر؟ ايه طبعا بيسترجي ما يبعته. الصبحيه شفت لك هالقضبات والعقيد ما له عجبني المختار عليهم. ان شاء الله عمره ما يعجبه، يخبطوا راسهم بالحيط، اللي عجبه اهلا وسهلا واللي ما عجبه بستين جهنم. اتركوني لحالي بالمضافه وراحوا مع العقيد. لوين راحوا؟ المضافه لعنده. ابن ناقص مرجوع لتحت صرمايته. لك انت كبير الحاره وانت مختار الحاره. روق روق، شراب شاي وروق دمك. بس والله يا صبحيه خايف يتركوني لحالي. يا ريت يعملوها، بتجيب عضوات جديدة على كيفك، يقدروك ويعرفوا قيمتك. قلتك شفت شلون ابنك كسر مناخيره وجابك مختار غصب من عنه؟ هذا اللي مو عاجبك، هذا اللي ما كان معبي عينه. ايه والله الله يعطيه ألف عافية، طلع قد كلمته. مشان تعرف ام صفوان، من بكرة بتنظفوا المضافة منيح. يو نحن بدنا نروح ننظف لك المضافه؟ لا مو هديك المضافه، المضافه هي انت بتعرفي رح يجينا ضيوف كتير. يجينا ضيوف؟ هي لكان مختار. شو يعني مختار؟ بيستقبل رايح وجاي. نسيتي شلون كانت مضافه صهري ابو وضاح؟ عدنان مشان الله لا تجيب لي سيرته من يوم ورايح. حاجه بقى، ابو وضاح كان مضحكه هو واختار. مضحكه؟ ايه مضحكه. كان عامل لي بيته مضافه بس مشان يقولوا ابو وضاح كريم. بتعمل حسابها ما بفوت جنس مخلوق على بيتي، وكل معاملة بتمضي عليها تاخد كراها. ولا نسيت شو ركبنا على حالنا ديون مشان نساويك مختار؟ الصغر يا ابو وضاح عدنان خلصنا. عجبكم على الحكي؟ لا شلون هيك بيعطوه مختار خبط لزق؟ طيب يسألونا ياخذوا رأينا. اخي حط له ابو صفوان، مختار مو بحاجة لا اخذ رأيك ولا رأي حدا منا. شلون يعني؟ شلون يعني؟ يعني ابو صفوان له واسطه كبيره بالداخليه وكل شغلته هي صارت من فوق الاساطير. والله عاد هلا ابو صفوان صار له واسطه ثقيله بالداخليه، لك من له؟ اي نعم له، لو ما كان له واسطه ثقيله بالداخليه ما كانوا عينوه مختار بالطريقه هي. ومين واسطته يا ترى؟ سيدي مين ما تكون واسطته، انا مني وعلي ما عاد دوسه لمضافته بنوب. ولا انا. لك لا يا جماعة، انتو كبارية الحارة والحارة حارتكم، وإذا تركتوه يتصرف بالمختر على كيفه بيفوت بحقنة الفصة وبيعفس على كيفه، ها واللي بيخسر أهل الحارة انتو. بيزمتي أبو خير وعم نحكي كلام مزبوط. اسمعوا يا رجال، أبو خير وما هو حق، أبو صفوان ما بينترف لحاله، بس كمان نحنا ما لازم نساوي له قيمة ونروح نجتمع عنده. طيب شو الحل برأيكم؟ هاي مضافتي بالبيت مفتوحة والاجتماعات بتصير عندي هنين، وإن كان أبو صفوان رجال يساوي شيء من دون شورنا. يا عيني عليك يا عقيد، هذا اللي لازم يصير. كفو والله كفو. ايه شو قلتوا يا رجال؟ بركدان بكره هذا أبو صفوان راح تحجج واشتكى للداخلية وقال لهم الأعضوات ما عم تجي على المخترة، بجوز الداخلية تحط أعضوات غيرنا. والله مو بي سيدي، حطوا أعضوات غيرنا أو ما يخلق. أولتها وآخرتها ما بصير بالحارة غير اللي بدنا إياه وغصبا عنه. باش ولتو توكلنا على الله. أخي العقيد أبو فهد معه حق. إي نعم، هدول بيت العياش عقدة أبا عن جد، وما بيحطوها واطية إلا للي خلوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مزبوط هذا الحكي اللي عم بسمعه؟ أبو صفوان صار مختار حارتنا؟ إي نعم. إيه بس هذا الحكي ما بيصير بنوب. وهذا اللي صار يا ابو فخري. شو يعني هذا اللي صار؟ لا سيدي ما بيصير، يعني من بعد ما كانت حارتنا كبيره بمختارها وعضواتها بدها تصير مسخره ومضحكه بالحارات؟ عمي اللي ماله كبير ماله تدبير، انا هذا اللي بفهمه. خير ابو فخري، ليش طالع خلقك؟ ما سمعت ليش ابو ياسين قال ابو صفوان صار مختار علينا. ايه وعم بيقول بده ياخذ على كل ختم وامضه ربع مجيدي. هيك لكان؟ ايه وكمان عم بيقول انه بده ياخذ حراسة ومخترة كمان. ايه نعم. الله يرحم ايامك يا ابو وضاح، بحياته ما اخذ نقلة من حدا، بالعكس كان يدفع من جيبته. الله يرحمه. جاب لجاب. وين ابو وضاح وين ابو صفوان؟ قولتك لا حول ولا قوة الا بالله. على كل عمي قوموا خلينا نروح لعند ابو رضا ان شاء الله، انا راح الجاكيتي. ايه والله الله يجزيك خير.
معي الشاي. اسلموا. شو اخبار رويدا؟ مين رويدا؟ لا شو نسيتي انه عندك بنت اسمها رويدا؟ ايه راح تفكيري لرويدا بنت خالي الله يذكرها بالخير. حبيبي ما عم يوصلك مكاتيب من الشام؟ لا ما وصلني شي بنوب. إلها انه رويدا طفشت من الحارة بلا ما تدرى احسن اللي فيها مكفيها. شبك حبيبي في شي؟ لا ما في شي. بقى إذا بدك تعيش مبسوط ويضل أبوك مختار طول عمره بدك تضلك صادق معنا. أما إذا بدك تلعب بليلة. لا يا بيك شو لعب بليلي؟ أنا بعجبك ولو؟ خير منشوف والمعلومات بدي إياها يوم بيوم. حاضر يا بيك. بس هي المشكلة يا بيك إني أنا هلا مالي قاعد بالحارة، حاكم عقيد الحارة حاطط دابه من دابي. عارف أنت هلا بتجيب لنا المعلومات عن طريق أبوك. أما بالنسبة لمشكلتك مع العقيد نحن ما فينا نتدخل بشكل مباشر مشان ما حدا يحس انك بتخصنا، بس نحن رح نبعت له رجال من طرفنا يحلوا لك مشكلتك معه. لكن بدي منك تغير معاملتك معه ومع كل اهل الحاره. شلون يعني؟ يعني بدك تساير الكبير والصغير وتصير تسب على الحكومه والفرنساوي بالحاره. اعوذ بالله انا سب عليكم يا بيك؟ ايه بتسب عليك وبتسب على الفرنساوي كمان وبتخلي اهل الحاره كلهم يسدوك ويصيروا يحكوا كل شيء قدامك. ايوه وكل شيء بتسمعه بتعيده على الورقه والقلم. ايه حسك عينك حدا يعرف انك محسوب علينا. ايه امرك يا بيك امرك. الله معك. السلام عليكم. بس 5 سنين صار لي بعد هذا المكتوب وما في لا حس ولا خبر من اهلي. روق اخي ابو نمر مشان الله روق، الانسان يسر ويعسر وانت ما بتعرف شو ظروفهم. شو بدها تكون ظروفهم يعني؟ ابي لو لساته عايش ما كان بيستنى ولا دقيقه بعد ما يوصلوا المكتوب. انا بعرف بس اكيد ابي وامي ماتوا طيق من قهرهم علي. خلنا ناخذ كل حاجياتنا يا نويهر. ما اخذ يا حاج اخوي نمر. الله انا والله انا مش هالساعه المباركه هذه. ليك والله ماني مصدق يا نويهر. عساك طيب يا اخوي. تعال معي على البيت. تعال البيت تمشي. زين يا عيال خذوا باقي حاجات اللي وصينا عليها. زين تفضل يا اخوي. هلا ابو نمر. هلا بك. تفضل يا ميت. اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلا يا نمر. هلا بيت شيخي. وراح وضاح. راح وضاح يا ابو نمر وراحت روحي معه. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول الله. هاي قصتنا. وانت شو قصتكم؟ حنا طال عمرك انت تذكر حين جيناكم على الشام لجل نسلم على الامير فيصل. ايه عقب ما نكسنا لديرتنا قامت ذبحه بيننا وبين عرب الشيخ حمدان. يا لطيف. فقدنا بيها أخوي مخلف الله يرحمه. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. شلون صارت هاي القصة؟ الله يكون بالعون. المقدر ما عنا مودر. اذكري الله يا خيه. اذكري الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. يا هلا بابو نمر. وبيك لم هلا يا أخوي. شرب قهوتك يا أخوي. نمر لي طلب عندك وماني بشارب من قهوتك. ألين توافق إنك تلبي؟ لا لا يا أبو نمر أنت إلك طلب عندي؟ علامك مستغرب يا أخوي. والله يعني مستغرب لأنه واحد مثلك يعني لا يمكن إنه يكون محتاج لواحد مثلك. هايتي سامحك الله. وليه ما يحتاج؟ يعني بلا ملؤودية إذا الشغلة شغلة مصاري أكيد أنت مالك بحاجة لمصاري. لله يا أخوي ما هي سالفة فلوس. وإذا كان شغلة نخوة رجالك ما شاء الله عليهم فرسان ورجال وما يكون طلبك بهالخصوص. لا بالله ما هي بهالخصوص.
ولا ما فهمت. اسمع يا اخوي، عليك جرت الله ومحمد رسول الله، انكم بتمشون انتو حرمتك معنا هالديرتنا وبتعيشون معانا. لا اله الا الله. بس يا ابو نمر، انت بتعرف انه نحن جايين نقضي بقيه حياتنا بجوار الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. اعرف يا اخوي اعرف، وهذا انت عشت مجاور لقبر الرسول 4-5 سنين. عليه افضل الصلاه والسلام. وصار لزوم تمشون معنا هالديرتنا، وتراها قريبه من هان، حنا بديره نجد. بديره نجد؟ ايه يا اخوي، عقب اللي صار بيننا وبين عرب الشيخ حمدان جليناها عن الشام. بعض الشيوخ من النشامة يسعون للصلح بيننا وبينه، وقريب إن شاء الله يصير الصلح ونرد لديرتنا. لا إله إلا الله، الله يصلح الأمور. ها والحين وش قلت يا سيدي؟ شراب قهوتك وبإذن الله تعالى طلبك ملبى. بارك الله بك يا أخوي، بارك الله بك. لا وتنداي صحتين وهنا. بضايات المرؤول لك هذا رشدي والحنشل تبعه. ايوه لوين رايحين؟ شو لوين رايحين؟ يا على سوق الخيل يا عبيدان السبق. ايوه ليش ملتمين هيك ابو محجوب؟ لك شو بيعرفني؟ هذا رشدي كل يوم نغم. فوت يا ابن شرب كاسه شاي فيه. شريف شريف يلا جبنا شاي يا ولد. حاضر معلم. روح حاضر معلم. يا اهلين يا ابو محجوب. الله يحييك. يا عمي صفنت لي بالقصة اللي حكينا فيها. قصدك قصة المشغل؟ لك ايه والله صفنت فيها. ايه بس ملاقيها صعبة. شي وليش صعبة يا ابو محجوب؟ اخي معلومك انا دوبني اخذ ربع الربح من المشغل، وامي واخواتي لهم الباقي، وامي واخواتي مو موافقين يبيعوا. طب يا سيدي وايش كان خليت لك امك واخواتك يبيعوا؟ شو رايك؟ شلون هيبا؟ لك انت شو بدك بهالقصة يا ابو محجوب؟ انت بس وافق وما عليك. يا سيدي انا موافق. وبمصاري المشغل بدي شغلك معي هون بتجارة العقارات ابو محجوب. يا علي الحلال في لك عندي شروة بدي شاركك فيها لربحك من وراها الطقطقين. وشو هالشروة هي بقى؟ بيت عمتك ام وضاف والمزرعة والحاصل. شو هالحكي؟ لك ايه ليش مستغرب؟ لانه بيت عمتك ممكن يجوا باي وقت، بعدين ما في حدا منهم هون، مين بده يبيعنا؟ فاتتك هي. ما فاتتني يا ابو محجوب، بس نحن اتفقنا مع اولاده لابو سليمان، اولاد عمه لابو الضاح، رح بنعمل حصر قرص وبنشتري حصتهم بالبيت وبالمزرعه وبالحاصل. ايه وباقي الورثه لمين؟ قلنا الي ولا ما فتلت براسك خي ابو محجوب؟ ما هيك هلا ام الضاع ما بتكون عمتي وعمتها؟ بلا. ورويدة ما لها حرمتي على سنة الله ورسوله؟ لك بلا. ها ها يا عيني عليك. هلا اولاده لابو سليمان وبيرتوا حصة ابن عم ابوهم، وانا وياك بنرت حصة عمتنا ام الضاع. ايه وانا برت حصة رويدة. شنو معلومك رويدة برت حصة وضاح افندي؟ يا حرق حريشك يا صفوانو. لا انت منين جابوا هالذكاء؟ بتصدق بالله هي ما خطرت بمخي بنو؟ لك 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 محجوب لك هذا لازم شغله. يلا سيدي اتكلنا على الله. السلام عليكم. وعليك السلام. وين ابو محجوب؟ وين خوش شرب كاسه شاي؟ والله بدي روح، عنا اجتماع ضوات الحاره، المشاكل لفوق راسي عم حلحل بهالقصص. الله وكيلك حدوخ. دخيلك ودخيل القصص والعضوات.
لا صحيح على صيغة العبوات، هلا دخلها كلياتهم عم بيحضروا الاجتماع. لك لك اب سلمو واب حسن واب عمشه كله دوين، واب مرزوق الحجاج عم يجي، بس اذا مو معبي الطاسه بضيع الطريق. يا لك قلتك يا اب مرزوق يا حري حري، شو هذا طول عمره فات لي خالص، هذاك اليوم عبى بالحيط تعبايه ما لعلي. لك ليش لعلي ولا؟ يا عشاء القهوه معلم. طيب عمرك ما خلص عم تجيب لي قهوه، روح روح تطير حروق. يا سميحة الأولاد كبروا وصاروا ينقوا على روحة الشام، شو رأيك نروح زيارة ونرجع؟ ايه بس هلأ هاشم عنده مدرسة، بس يفوت اسم نفكر بالقصة. أي أحلى ختم عمي. شريف يسلم عليك. الله معك. وين رايك؟ عالبيت. بالله شو بدي ايدك على عباك، خلي الله يحبك. شو بتريد يا اخي؟ اعطينا المختار، اعطيه اعطيه كل المعامله. بدكم ما توعظونا يا جماعه، تعودنا من ايام ابو الضاح. هلا شو بدنا ابو الضاح؟ ما ابو الضاح، اعطينا المختار. بسيطة عمي بسيطة، إذا ما معك بلاها خلص. شو بلاها ما بلاها مختار؟ بده يدفع يعني بدفع، ما خدمت له المعاملة. عليك مختار، طلع فيه شوي بحبك. أنا لا هذا الزلمة ما عاد استحق، ما عاد استحق بنور. اي نعم، وفاتح المخترة هو وابنه سبوبة، باب رزق يعني. هيك يا ريتو باب رزق، يا ريتو باب رزق، باب نصب واحتيال. لا وبالنقاية كمان جبنا هدول العضوات الجداد، شي طنبرجي، شي عربجي، شي سمكري، وهذا العشاش شو اسمه؟ أب مرزوق. أب مرزوق. شر البلية ما يضحك. أي نعم. أعوذ بالله. يا سيدي إذا بده يعمل المختار يعمل على حاله وعلى ابنه وعلى عضواته، أما علينا وعلى أهل الحارة هي ما يحلم فيها بنور. هذا الحكي. لا ولا أنت من هيك، عم بيقول إنه هو يلي نور الحارة بالكوران. يا عم هلا هو ينور الحاره بالكوره، لو ما ابو وضاح وتوصاية الشيخ وضاح لديوان الملك فيصل كنتوا بحياتكم ما شفتوا الكوره. اي والله. هلا يمونا من سيرته، في عنا الاهم. قول ابو خيره بده يحكي معنا كلمتين، وهالكلمتين بده يضلوا سر بيناتنا. سر كبير. مثل ما بتعرفوا يا جماعة الفرنساوي زودها كثير. مظبوط. اي والله. الناس مثل ما انتم شايفين ما عاد تحملت لا الظلم ولا الجوع. الله الظالم. وبكوات سوريا وبضايات الاشراف قرروا يسولوا على الفرنساوي. الراعي والله. وسلموا القيادة لسلطان باشا الاطرش. والرجل امبارح اعلن الثورة وطالع بيان رح اقرا لكم اياه. يا عيني وصلنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السلاح أيها السوريون. يا أحفاد العرب الأمجاد، هذا يوم ينفخ المجاهدون جهادهم والعاملين في سبيل الحرية والاستقلال عمامهم. هذا يوم انتباه الأمم والشعوب، فلننهض من رمادنا ونبدد ظلام التحكم الأجنبي عن سماء بلادنا. طولي حتى نوصل. لا لا قربنا قربنا قربنا. شيخ وضاح عم يقول قربنا، بقرب عصا يعني رمية حجر. دخيل الله على هالحجر، صرنا يومين عم نمشي ما عرفنا نوصل. يا ابو وضاح هذول البدو بيقولوا عن مسيرة ثلاث ايام رمية حجر. يا اخوي يا ابو وضاح انا قلت لك مقرط العصا، ما قلت لك رمية حجر. مقرط العصا ايه رمية الحجر، بس يعني ابو وضاح عم تقول ايه يعني هالمقرط هذا ما كان يخلص. الله يعين. ولما عرفوا اني مرت المختار ايه صاروا بدهم يعطوني الاغراض ببلاش. يا سلام. وهن يحلفوا وانا احلف، وهن يحلفوا وانا احلف، وبالف يا ويلاه لردوا ياخذوا حق الاغراض. لك لك مرت المختار يا اختي. ليش انت صار هالحكي يا مو؟ يو هذيك اليوم لما نزلنا على سوق الحميديه بدنا نشتري اواعي نسيتي. الله يزيد فضلك. ان شاء الله بيسلموا هالايدين يا بنتي، يعني شو منك تقبري قلبي شو ظريفه. يو ام نصري هي صانعة وهي شغلتها، شلون عم تقلي لها يا حبيبتي شو مني؟ هي بليني بحمها والله فكرت اضيفي عنكم،
شو عليه؟ يلا هاي مخلوقة مثلنا مثلها وبنت عالم وناس، ما فيها شيء إذا جبرنا خاطرها بكلمة حلوة يخطئين. لا تقبريني، هذا صفوان يقبر قلبي، الله يرضى عليه، رضا قلبي ورضا ربي. حب يريحني ويهنيني قام جاب لي صانعة. اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي، إن شاء الله إلهي بتخدمك بالهنا يا ست الكريمة. يا خانم. نعم أم سلمى. نحن عم نفكر نجوز بنتي سليمة الجمعة الجاية، وأنا جاية شاورك وشوف إذا كنتي فاضية ولا لا. الجمعة الجاية، الجمعة الجاية. لا ماني فاضية. ليه؟ معزومة على استقبال مرت مختار الشاغو. يا اللهم صلي على النبي، شو بتنعزمي؟ مرت مختار الشاغو؟ ليش امتى عزمتك يامو؟ امبارح بعتت لي خبر. مين هي يامو؟ والله ما عرفتها. شلونك انت كم صياح؟ اللهم صلي على النبي حولها مصياح، والله الحمد لله بنسلم عليك. الله يسلمك الهي، ليش ما جبتيها معك؟ منين بدها تجي حصرتيها؟ والله ما عم تفضى ليلا ولا نهارا، ما بتستريح الا يوم الجمعة، حتى يوم الجمعة بيتنا على دق ما نفتح، دق ما نفتح، حتى يوم الجمعة ما بنستريح. ايه الحمد لله، الحمد لله. تفضل عقيد. شو هذا؟ كل شيء بملكه من المصاري. بس هذا كثير. لا عقيد مو كتير، الشام إلها برقبتنا أكتر من هيك، وهي الحارة مفضلة على رأسي من فوق. رجال من رجال. ولسه في شغلة بملكها وبمون عليها رح سلمك ياها كرمال الشام. شو هي؟ يا طيب، يا هيك رجال يا بلا. روحي في ده الشام. وأنا مثل عقيد، روحي بين إيديك. كفو كفو يا أحلى بضايات بالشام كلها. بايامو نحن ما في قدامنا غير إنه نبيع هالمشغال. يامو أبوك وجدك الله يرحمهم حطوا دم قلبهم فيه لهذا المشغال، يا ما تعبوا ويا ما سهروا الليالي، نقوم نجي هلأ نحن وعلى بارد المستريح نبيعه. بعرف يامو بعرف، بس هذا المشغال متراكمة عليه الديون والضرائب والترابية من 7 سنين، هذا غير الديون متراكمة علينا نحن. لك ابني هذا المشغال عشنا من وراه، والله ابوك اشترى هالبيت من وراء ايراده، مشان هيك ترك بيت جدك لبيت عمك ابو صفوان. يا ابو هذا اللي صار، شو اعمل؟ والله ما بعرف، بس خلي ليجي اخوك ونشوف شو رايه. بتعرفي شو رايه؟ ليش يا امو مين الكبير بالبيت؟ انا لما رجدي. انت يا امو انت، بس لا تنسى انه اخوك له مثلك مثله بالمشغال، وبعدين لا تنسى حصه رويده وعليا، وانا مني وعلي مسامحتكم، ما بدي شيء. وانا مثل ما بده اخي رشدي بساوي، ورويده ما حدا بيقدر يبيع حصتها. ايه شو عليه؟ بس ما قلتي لي وليه حصه رويده ليش ما حدا بيقدر يبيعها؟ لانه رويده مالها هون، يعني ما بتقدر تبسم على الوراق. ايه ستي رويده بتكون ماتت وشو بعد موت. الله لا يقدر، ليش هيك عم تحكي على اختك لك يا مو؟ بس الا ما يجي يوم وترجع فيه رويده. وانت شو اللي عرفك وليه؟ يعني بتعرفي وين مكانها؟ يا ريت اعرف، انا بدفع عمري واعرف وين هرويده. قوم تقبرني، قوم خليني حط لك لقمة تاكلها. محجوب ما رجع من عند الشيخ؟ بلا تقبرني رجع، بس راح مع عمه على ميدان الخيل. قومي نشوف شو ربك ييسر. يلا بإذن يا جماعة. إذنك معي. ايه ابن عمي ما عاد قلت لي شلون بدنا نبيع حصة رويدة وهي مانا هون؟ لك انت شو بدك بهالقصة؟ لك علي غير ما اجيب لك ورقة من كاتب العدل انه نحن شارين حصتها بيع شراء؟ انا وياك؟ لك ايه انا وياها. هلا رويدة حرمتي على سنة الله ورسوله، يعني انا بيطلع لي نص رزقها. لك يا اخي ما بتزبط ما بتزبط، هي القصة بدها حسب رمز وبدها اثبات انه رويدة ميتة، ونحن شو بدنا نسوي يعني الحكي؟ لا خلص نقعد معجوب، لا خلص انت شو بدك بهي القصة؟ لا تفكر فيها بنوم بتركها علي. علي لا 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 وحشتني، ما عاد عم بفهم عليك شيء، والله ما عاد عم بفهم عليك شيء. شيخ وضح لي فرق، شيخ وضح لي فرق كثير يا جماعة، شيخ وضح لي فرق. يلا 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 يا حلو ابو شيخ يا حلو ابو شيخ الحمد لله بخير الحمد لله يا ولدي. سلم على عمك ابو وضاح يا ولدي. يا هلا يا هلا معبي ابو وضاح. اهلا بالغالي ابن الغالي. فيصل تعال يا ولدي.
هلا يوبا هلا. علامك يا وليدي، عسى ما شر. ابشرك يوبا. بشر يا وليدي بشر. الشيخ حمدان وافق على الصلح يوبا. وافق على الصلح؟ اي بالله يوبا. الله يبشرك بالخير يا وجه الخير، الحمد لله. سمعت يا اخوي وش يقول نمر؟ الحمد لله، الله يصلح الامور. الحمد لله. ترى وجهك خير علينا. تفضلوا يا الربع، تفضلوا. تفضلوا. امور جاي. تمر يا عم. ورانا جعانين بالحيل، ربحونا. تمر يا عم. حياكم الله. نحن مختار حارة عياش في حي الميدان. نشهد بأن حاملة هذا المعروض هي رويدة بنت محجوب لنويلاتي، حرم السيد صفوان لنويلاتي. خليك ركبي خليك عود. آخ والله مليت من القعدة وراء الطاولة. شو مليت ما مليت يا ابني؟ لا بقى تقول هالحكي بنوبة. قصدي تعبت لك ابني، تعبت. إيش كان هيك معلش يا بيها، يعني إيش كان تعبت بترتاح، أما مليت؟ لا هي ما حبيتها منك منوبها. لك صحيح يا بي، لك خط من المخترة وين وما لقيته؟ خير إن شاء الله، ليش بدك تختم؟ لك عم ساوي سند إقامة لواحد صاحبي هون يا بي، هون ساكن بتم الحارة، شاب بقى بضاي ومعدل ومرتب على كيف كيفها، بقى عنده هيك يعني بيع عشان ما بده هالورقة. أيوة إيه؟ إذا كان هيك شو عليه؟ هاي الختم، شرف يا بي شرف. بس بيطلع لنا لحسة اصبع ها؟ انو لحسة اصبع يا ابي؟ انت بيطلع لك الاول والاخر. ان شاء الله بيبروني هالشوارب. طول عمرك ابو ضاي. انت رويدة بنت محجوب النويلاتي؟ ايه انا رويدة. ابطي حق حصتك من تركة ابوكي محجوب النويلاتي من جوزك صفوان النويلاتي؟ ايه ابطل. ترى تفضلي بالصميلي هون. وين؟ ايه حاج تمسك ايدي؟ والله عال، قال مثل ما قال المثل، خير ما في دخان وبيرمي. زكية شبنا يا فندي شبنا. زكية ولا رويدة؟ لا يا فندي، هي بالحق اسمها رويدة، بس هيك احيانا يعني احيانا بندلعها من الا زكية. ايه دايما ان شاء الله صحة يا خيا، وان شاء الله ما تعبتوا بالسفر. لا بالله. النمر مين هالمزيونة؟ هذه كنتنا العنود حرمة نمر. يغسل العين ما شاء الله حولك وحواليك. يغسل العين يغسل العين. وترى اسمها على اسمك انت، ام وضاح وهي ام وضاح. ها ها معناتها بيطلع لنا عندكم دجاجة. دجاجة؟ ولوش الدجاجة يا خالتي؟ يو نحن هيك العادة عنا بالشام. حنا ما عندنا دجاجة خية، عندنا بعاري. ايه أحسن، معناتها المربح معنا. بس هذا الاسم حنا عنطيناكم يا، ولا نسيت يا خية؟ لا والله ما نسيت، بس الله هديك الأيام. يا حسرتي. اذكري الله يا خية، اذكري الله. لا إله إلا الله. فضة عمتك ام فيصل وين؟ ماتت. ماتت؟ هاي عيال ليه هبطيتوا؟ وش صار بالزاد؟ شوية دجاج يا عمي. الله يكون بعونكم. يلا بالربع. هيا هلا والله. هلا ابو الضاح. والله الله يرحمها يا جماعة. هي حال الدنيا، كلياتنا على الطريق. هذا هو فيصل؟ ايه بالله يا خي. يبعت لي حمى عليه. تعال تقبرني، تعال عندي. عمي يريد منا نغسله ونلبسه الثياب الجديده اللي شراله اياها من الحجاز. هيا الله وجهك. تسلم يمينك يا ولد. هذا بالضيوف. يا مرجان عونك يا عمي. بنيتوا البيت لعمك ابو وضاع؟ اي بنيناه. شرعتوه زين؟ اي يا عمي. يسرور يعونك يا عمي. هذا عمك ابو وضاع. والنعم
أبغاك تبقى بمجلسه ما تغادره أبد، وبناره شابة دوم لا تنطفي لا بليل ولا بنهار. تامر يا طويل العمر. يا عيب الشوم منك، والله فضلت على راسنا يا أبو نمر. سامحك الله يا أخوي، الفضل لله، وانت فضلك سابق، انت كبير والكبير ما يصغر بعون الله. الله يعلي مراتبك. قم يا أخوي خلنا نشوف البيت. قم. اصل علامك يا ولدي. العيال بعقول الصوت. هذه بسيطة يا فرحان. تامر يا عمي. أعطي فيصل ثوب وطاقية. تامر يا عمي. راح مع فرحان يا ولدي. الله يفرح قلبك مثل ما فرحت قلبه. الله يسلمك. تفضل. أنا العقيد مو أنت. لا أنا العقيد. هلا بتشوف لأبوك. تفضلي. عليها بهناتهم. والله هلكوني لسه طول النهار هيك مقضينا، ساعة بيتخانقوا وساعة بيتصالحوا. يا بي مين العقيد؟ أنا ولا فهد؟ أنت العقيد يا بي. أنت يا بي. أنا العقيد. لا يا بي لا، أخوك هو العقيد لأنه هو الكبير، وشو ما بيقول لك بتقول له حاضر، خصوصي بغيابك. يا بي. خير يا بي. خلينا بكرة نروح نزور قبر أبي، ناخد له معنا شوية مي وشوية ورد. أختي صرنا زمان ما سقينا. الله يرحمه. إيه يا بي إيه، بكرة بخلي عمكم قمر ياخذكم. بتخلي أمي تروح معنا؟ أمي؟ لا يا ما، ما بصير أنا أروح. ليش يا ما؟ لأنه أنا حبلة يا ما، والحبلة ما بصير تروح على المقابر. أنا بدي أروح زور قبر أبي. وأنا كمان بدي أروح زور قبر أبي. لك يا أجدع، أنت هذا أبوك، يعني ما إلك غير أب واحد، أما أنا إلي أبين، هذا والتاني ميت. ما دخلني، وأنا كمان إلي أبين، مو بس أنت، مو هيك يا أبي؟ بلا يا أبي بلا. خلاص بكرة بتروحوا كلياتكم بتزوروا قبر أبوكم الثاني. يلا روحوا العبوا حبيبي. الله يخلينا إياك وما يحرمنا من حنيتك إلهي. الله يسلمك. يخزي العين يخزي العين يخزي العين. ما شاء الله شيخ ولد شيخ. تعال تقبرني، تعال أعطيني بوسة. قولي له حبه يا خيا، ما يعرف وش هي البوسة. حبه، حنا البدو نقول عن البوسة حبه. ايه تعال أعطيني حبه. تعي بعد عمري. قرب عمتك موضح تبغي تحبه. اطع حبه. يخزي العين حولك وحواليك. يخزي العين ما شاء الله. الله والنبي يحرسه. وأنا بعد ما يطلع لي حبه من الوجه الصبوح. تعرفي يا أم نمر، قلبي لهفله للطفل مثل ما تقولي إنه ابني. ترى هو قريب من القلب والقلب للهفلة. أخي مثل ما فهمتك، المشغل زادت ديونه وكثرة الضرائب عليه وصارت بيعته أحسن. إذا منبيعه ومشتري حصة ببيت عمتك أم وضاح انسب لنا. ببيت عمتك أم وضاح؟ نحن نشتري ببيت عمتك أم وضاح؟ يا عيب الشوم عليك. أخي البيت بيضلوا فاضي لحتى يرجعوا، وإش كان ما رجعوا بكرة بنتهم سميحة بترجع وهي أولى بالبيت. يا ما أخوك معه حق. لك يا جماعة شو عم تحكوا أنتوا؟ الشغلة مو على كيفنا. شلون يعني مو على كيفنا؟ لك لأنه أولاد عمه لأبو وضاح وأولاد أبو سليمان إلهم حصة كبيرة بالبيت وبالمزرعة وبالحاصل، هيك الشرع بيقول. فالجماعة متضايقينه بدهم يبيعوا بأي تمن. يلا وشلون الشرع بده يورطهم وعمتك أم وضاح وجوزها لساتهم عايشين؟ يا أمي مين اللي قال لك إنه لساتهم عايشين؟ بركي الجماعة ميتين. وبعدين بكل الأحوال ما حيفرغوا لنا غير لتتأكد قصة الوفاة، ونحنا بطبيعة الحال حيطلع لنا حصة من البيت، حصتنا بالبيت من الورثة، والشي اللي رح نشتري بصيرنا من وراه حصة كبيرة. لا أخي الشغلة كلياتها ما خرطت مش لبنوب. إيه؟ شو عليه؟ بكرة ببيعوا حصتهم لجماعة غربة وبتصير أملاك بيت عمتك بإيد الغريب. عبدو هي الشغلة وراها صفوان ما هي؟ إيه أخي إيه، رح نشتري حصة الجماعة شراكة نحن وابن عمك صفوان. أيوه ابني الله يوفقك، خلينا بعيدين عن بيت عمك ابو صفوان، وخصوصا صفوان. لك ابني بكفي اللي صار لنا منهم يوم. يا يامو ابن عمي صفوان بيقدر يشتري الحصه لحاله، بس الزلمه حب ينفعنا ويشاركنا. بقى شو قلت اخي؟ اي موافق. حلو كربو. حبيبنا
أهلك لي يقدروا وافقوا يبيعوا. إيه ورشدي؟ وافق. أنا محجوب وكنتي ما بصير تنتين. زركت لك يا زرك، بس هو بيتنكرز من القصة، ما بده حدا غريب يفوت على رزقة أبو وضاح. لك يا عيني عليك يا أب محجوب شو كفو، خلص عم يستبينا، هلا بنحمل حالنا بنروح على المحكمة، بتفرغوا له هون بتقبضوا مصرياتكم. ورويدة شو مشانها؟ لو حاجة بقى لسه بتقلي رويدة، قلت لك هالقصة لا تحطها ببالك. بعدين صايب ابن عمي، أنت يعني إلك خبر إنه أنا بيطلع لي نص حصة مشغل شيت رويدة؟ آه، لك هلا ابن عمي لك رويدة ما لها حرمتي على سنة الله ورسوله؟ ايه 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 مزبوط مزبوط أب سالم. أب محجوب؟ لبقى تقول لي أب سالم معيتك ها؟ من اليوم ورايح أنا أب عدنان. أوه وشو وعدها ما بدا؟ ليش بقى؟ لك أسيدي هديك كانت كولك على سالم بيك، بس بعد ما مات تبين لي إنه ما بيستاهل. إيه وليش؟ لأنه طلع الفهيم بعد محاطة عليه 500 عصمة لي متأخر لبنت أخته. مسجل أملاكه كلها هون باسم ابنه. ايه الله لا يرده ولا يرحمه. العمى منيح اللي قلعتها ودفرتها من خلقتها. لك خليها خليها هيك قاعده لا معلقه ولا مطلقه. 500 عصمة لي شو الحكي؟ العمى بعيونهم ما احولون. يا ميت اهلا وسهلا ابو جدعان، زارتنا البركه. يا حي الله بهالقامه. وينك يا رجل؟ وين هالغيبه لتكون سيتنا؟ يقي معقول انساكم يا رجال؟ العشره بتنش غير عبد الحرام، بعدين مش عشره يوم يومين، عشره عمر بيناتنا. ايه والله اسال الله على هذيك الايام. ايه والله اسال الله. يا ابو جدعان. نعم. دخلك شو اخبار السلطان باشا؟ بألف نعمه وبيدعي بسلامتكم. والثوره شو اخبارها؟ الثوره الحقيقه الامور منيحه، مش راح اخبي عليكم، الحكي بيناتنا انا جاي مرسال من الباشا للحكيم عبد الرحمن الشهبندر. على كل حال طمن الباشا وقل له الشام قايمه قاعده، بكباره بصغاره مستعدين يبدوا الشام بارواحه. نحن عم نجمع مصاري مشان نشتري سلاح، وفضل رب العالمين ما حدا عم يقصر معنا بنوم. أكيد ما حدا بيقصر، حب الوطن غالي كثير وبيغلى أكثر بوجود قبضيات شروة ما عندي. عمي أنا سألت، هلأ ما فينا نساوي حصر قرص؟ وليش ما بنقدر؟ ها ها، قال لأنه أبو وضاح وأم وضاح مفقودين فقدة، يعني ما لهم ميتين؟ إيه، ولأنت بدنا نستنى؟ والله قال على القليلة شي 15 سنة، بس لحنا بهالأثناء فينا نعمل حكم بالوصاية على أملاكهم ها؟ أيوة، ودخلك شو بفيدنا هذا الحكم؟ ها ها وسألتني بشو بفيدنا هذا الحكم؟ يا سيدي أنا هذا الحكم بموجبه بشتري منكم حصة أبو وضاح بسند براني، وبتتنازلون عن حق الوصاية على أملاكه إلي ولأولاد عمي أبو عبدو. لك ليش أولاد عمك أبو عبدو شو دخلوا؟ لك شلون شو دخلوا؟ أنتوا بترتوا حصة عمكم أبو وضاح ونحن بنرت حصة عمتنا أبو وضاح. بس الرزقة كلها باسم عمي أبو وضاح. مزبوط، بس بما أنه هلأ هنن الجوز مفقودين بده يعوض القاضي يحكم لأم وضاح أنه بدها ترت من أبو وضاح لأنه أصغر منه بالعمر. أيوة. بعدين لا تنسى أنه أنا حرمتي إلها ربع البيت وربع المزرعة وأنا شاريهم منها والسندات معي. أوف، ليش أنت مين حرمتك؟ بنته لأبو عبدو، بنت عمي اللي كان متجوزها وضاح شبنا سليم. طيب وبركدا نحنا ما بدنا نبيع حصتنا لك؟ والله هلا اشكان بتلاقي حدا يشتري منك سمك بالمي لا تصير. سمك بالمي؟ شو قصدك سمك بالمي؟ يعني انا بدي اشتري منكم حصه عمكم ابو وضاح بسند براني. بتعرف شو يعني سند براني؟ ماشي ماشي، انا بشاور اخواتي ونشوف شو بصير معنا ومرد لك خبر. ايه بس لا تتعوقوا علي، حاكم هالايام انا كل يوم بعقل، بكره بخاف غير عقلي وبطل اشتريها منكم. ها السلام عليكم. سلام. وهي خلصنا من المشغل ومن مشاكله دخيلك. وانت هلا شو ناوي تشتغل؟ بالتجارة اخي بالتجارة. تجارة شو؟ تجارة البيوت العقارات. ليش انت في معك مصاري مشان تبيع وتشتري؟ ايه لكان هذا البيت اللي اشتريناه بيطلع لنا منه حصة كبيرة. الله وكيلك القرش رح بيقلب 10 فايت لك على كار ذهب. انو بيت؟ لك بيت عندك موضح؟ بس احنا ما اشترينا لحتى نبيع. نحن اشترينا لما واحد غريب يشتريه ويصير بيت المختار ابو وضاح للغرب. لك اخي دخيلك الله يرضى لي عالوش، ما في حدا غريب، ما غريب الا الشيطان، كمان نحن بدنا نسترزق. عبدو بيت عمتك ما بينباع وانا على وش الدنيا، بعدين بركض بيت عمتك رجعوه، شو بدنا نقول لهم ساعتها؟ اخي ما بنقول لهم شيء، ما بنقول لهم شيء، الاوراق هي اللي بتحكي، الاوراق المختمه بالقانون وبتحكي. ايوه والمصاري اللي قبضناهن حق المشغل عطيتهن لصفوان. ايه هو صفوان اخذهن وعطاهن لاولاد ابو سليمان. اسمع عبدو،
حسوب حسابك انت وصفوان افندي بانه بيت عمك ابو وضاح ما بينباع وانا على وش الدنيا، وراح يضلوا طول مالنا عايشين بيت المختار ابو وضاح، وانا بتكفل بتصليح اي شيء فيه لحتى يضلوا بيت عامر، وكل يوم جمعه ببعت الحريم منشان ينظفوه ويسقوا الزريعه، وحتى العفش اللي فيه لازم يضل مثل ما هو، وراح اوصي اولادي واولاد اولادي بهذا الشيء. ايه الله يجزيك الخير، بس شو الفايده من القصه كلها اخي؟ هيك هذا البيت لازم يضل واقف.